منتخب مصر عندنا بكرة ماتش مع الجزائر. المباراة الأولى عجبتك؟ لا خالص فنية خالص خالص. المنتخب في الشوط الأولاني تحديدا المنتخب ما فيش هوية، شخصية ضايعة. يمكن في أول 10 دقايق أنت بتحاول تقول إن الشخصية موجودة، إنما واضح إن ما فيش انسجام. واضح إنه يعني الغريب بالنسبة لي إنه غالبا هو نازل بالتشكيلة الأساسية أصلا بتاعته اللي المفروض يعتمد عليها، باستثناء ممكن يكون زيزو وعزيزو برضو أحد الخيارات اللي بتبقى موجودة معاه. إنما لا، مفيش شراسة حقيقية. لو بنتكلم على منتخب زامبيا، إحنا بنتكلم على منتخب في التصنيف الثالث في أفريقيا، منتخب مش ضعيف ومش قوي، منتخب في المتناول إنك تقدر تلعب عليه ماتش. إنك جاي من خسارة من تونس مش لطيفة، فأنت حابب إنك تبين كرامات، يعني تبين لا ده انا عندي امكانيات، عندي لعيبه محمد صلاح واحد من اهم 3 لاعبين في العالم المفروض، عندي امكانيات كثيره المفروض تظهر على ارض الملعب. انما الحقيقه في مشكله من وجهه نظري انا، ان السبب اساسي في عدم وجود شخصيه للمنتخب هي شخصية القائد جوه الملعب. وبعض الناس محمد صلاح طبعا أنا يعني مع احترامنا الكامل لمحمد صلاح، في فرق يا كابتن اسلام ما بين نجم وبين قائد. نجم عالمي محمد صلاح لا خلاف عليه في ليفربول، انما هو لو هو قائد فعلا حقيقي، واحنا مثلا بنختار كقائد ليفربول، هو بيختار قائد ما اختارش محمد صلاح، مع انه النجم الاول في الفرقه. النجم الاول في الفريق في ليفربول هو محمد صلاح، بس لما جينا نختارنا قائد ما اخترناش محمد صلاح. يعني ايه قائد؟ قائد هو اللي بيبين شخصيه المنتخب. شخصيه المنتخب عندها امور عشان تبان، مدير فني قوي ويقدر يحسسك قيمه تيشيرت المنتخب بلدك، لعيبه مختاره بناء على هذا الاساس، قائد موجود في الملعب. فأنا عندي تحفظ على الشخصية القيادية لمحمد صلاح داخل منتخب مصر، أتمنى منه، وبقول كده علشان أنا عايز منه أكتر من كده. لا، أنت ممكن تكون رأي الآخر يقول لك هنا، أنت ممكن تقول بتكون بتقول الكلام ده تأثرا بموقف بعيدا عن مثلا بعيدا عن كرة القدم، مش عايز أتكلم في الموقف، ولكن أنا بتكلم على إن أنت قد تكون متأثر برأي جماهيري أو برأي كذا ورأي كذا، ولكن محمد صلاح بقى له قائد للمنتخب 3 4 سنين، وصل لنهائي أفريقيا، وصل مباراة السنغال، وأدى بشكل رائع وجاب أهداف وعمل وعمل جميل وعمل. هو بس عشان حضرتك أنا بقالي سنة ما طلعتش، مش أكتر، إنما أنا بقالي أكتر من سنة بقول الكلام ده، أو أكتر من سنتين بقول الكلام ده. جزئيه مش كده خالص، جزئيه قبل السنتين كان هو الكابتن، يعني هو بقى له 4 سنين ماشي في منتخب مصر. ماشي، قصدي يعني إيه ما هي انجازات منتخب مصر؟ اين يعني عايز اقول انجازات منتخب مصر مع محمد صلاح كان ايه؟ اقصى حاجه وصلنا لها تاهلنا لكاس العالم ووصلنا نهائي افريقيا. وصلنا نهائي افريقيا مش انجاز، مصر وصلها نهائي افريقيا مش انجاز.